طريقة اللعب دي هي حق أصيل للمدير الفني، لكن أحيانا تجيب لعيب تلعبه في مكان مش مكانه، ممكن اللعيب يوافق وممكن اللعيب يقبل لأن دي وجهة نظر المدير الفني وما يقدرش يعترض عليها، لكن ممكن اللعيب ما يكونش مرتاح. لكن من الصعب جدا اللاعب يرفض انه يلعب في مكان المدرب الفني بيحطه فيه. ده مسألة يعني صعبة جدا ان هي تحصل. ما حدش بيقول للمدرب الفني ان انا مش هلعب هنا، على الرغم انه ممكن ما يكونش مستعد للعب في المكان ده. ففي بعض اللعيبة ما بتحسش بالارتياح في اللعب في مكان معين او بطريقه معينه، لكن المدرب الفني مقتنع وشايف ان اللعيب ممكن يتكيف مع المكان ده ويتدرب عليه حتى لو فتره قليله. صعب ان اللعيب يقول له ان هو مش هيلعب في المكان ده، صعب جدا يقول له حاجه زي كده، يقول للمدرب الفني ان انا مش هقدر العب هنا، لان اللاعب عنده اجابه واضحه جدا، هو ان لو الفريق محتاجني العب في مكان ما فانا هلعب في المكان ده. وبالتالي اللي لازم يكون مقتنع بطريقة اللعب أو بمكان اللعب هو المدرب، لأنه هو اللي دربه وهو اللي شافه بيلعب في المكان ده وهو اللي قيمه مقارنة بلعيبة آخرين، وبالتالي بناء عليه بيختاره. دي رؤية كيروش وده الإجابة اللي ممكن تكون عند اللعيبة، إلا إذا مثلا هو لو قال لصلاح أن أنت هتلعب في خط الوسط، وده ممكن يبقى شيء غريب جدا. انا اعتقد ان صلاح في الحاله دي يقول له لا مستر انا اسف ما اقدرش العب في المكان ده، لكن مش كل الناس هي صلاح.